أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. نقرأ في موقع الهينت: اليونيسف تؤكد أن السنوات الأربع الماضية شهدت دمارا شاملا في العراق. ونطالع في المدى: السنة قلقون من زيادة النفوذ الشيعي في المناطق المحررة. موقع كتابات نشر تحت عنوان: وسط معارضة عشائرية، الحشد الشعبي يعيد انتشاره بالحوجة الشمالية. ونتصفح في الجزيرة: نيت المدنيون بالغوطة تحت غارات النظام رغم الهدنة. نطالع في العربي الجديد: تركيا تطلب من تيشيكيا تسليمها صالح مسلم بعد توقيفه في براغ. ونقرأ في القدس العربي تحت عنوان: علماء المسلمين يدعون لهبة ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وأخيرا وليس آخرا في الحياة نقرأ: جرح ستة بانفجار دمر متجرا ومنزلا في بريطانيا. مضى أكثر من ثلاث سنوات على اختطاف قرابة 8000 مواطن عراقي من محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة وشمال بابل ومناطق مختلفة على يد ميليشيات الحشد الشعبي. حدث ذلك بعد اشتداد العمليات العسكرية التي قادتها القوة العراقية مصحوبة بميليشيات الحشد الشعبي في 2014 و2015 و2016، إذ اضطر مئات الآلاف من سكان مناطق شمالي وغربي العراق للنزوح إلى بلدات ومحافظات أكثر أمنا وهدوءا إلى حين انتهاء الحرب، كما جاء في تقرير بصحيفة العربي الجديد للكاتب زيد سائل. وكانت المنطقة المحصورة بين الأنبار وكربلاء وبابل هي الأكثر وقعا على الهاربين من الصواريخ العشوائية للطائرات الحربية وقذائف الحشد والجيش العراقي بناء على معلومات خاطئة، إذ تم عزل الرجال من قبل ميليشيات الحشد الشعبي واقتيادهم إلى سجون داخل بساتين ناحية جرف الصخر التابعة إداريا لمحافظة بابل جنوب غرب بغداد، فيما سمح للنساء بالمضي قدما نحو مناطق وسط البلاد وجنوبها. وحمل برلمانيون عراقيون الحكومة ورئيسها حيدر العبادي والمجتمع الدولي مسؤولية اختطاف الآلاف من الشباب السنة، وفيما يطالب البعض بفتح تحقيق ومعرفة مكانهم على وجه الدقة ومحاسبة من كان ينتمي إلى تنظيم داعش وإطلاق سراح الأبرياء. تنفي حكومة بابل المحلية وجود أي سجون في جرف الصخر، وتم العثور على مقابر جماعية في العراق تقدر بالعشرات خلال الفترة الماضية، إلا أن الشرطة سرعان ما تنسبها إلى تنظيم داعش من دون فتح تحقيق، رغم أن أغلبها عثر عليها في مناطق سيطرة الميليشيات والقوات العراقية وليس في مناطق سيطرة داعش. وتضيف الصحيفة نقلا عن نواب إن هناك تعتيما إعلاميا متعمدا من قبل جهات سياسية وميليشيات نافذة على كارثة اختطاف آلاف الرجال من محافظات سنية، وأن ثلاث سنوات مرت من دون وجود توجه حقيقي من الحكومة لفك شفرة ما حدث، خصوصا في بلدة تسمى جرف الصخر. فالحكومة والقوى الأمنية المتمثلة بقوات وزارتي الدفاع والداخلية تتحمل مسؤولية معرفة أوضاع المختطفين. تصريح ولايتي دفاع أم تهديد أم ماذا؟ هكذا يتساءل الكاتب دكتور مهند البراك في مقال بصحيفة المدى. ففي غمرة العديد من الملفات المصيرية من إيجاد حلول لمصير ملايين النازحين إلى مؤتمر المانحين في الكويت لإعادة إعمار المدن التي دمرت داعش وإلى أعمال حثيثة لتهيئة الانتخابات التشريعية وغيرها التي ينتظر ملايين العراقيين بكل مكوناتهم نتائجها بتقرب
وبترقب وقلق من أجل البدء الفعلي بتجاوز نتائج حكم الإسلام السياسي الحاكم في البلاد وإصلاح ما يمكن إصلاحه. ففي جهود مضنية لإعادة بغداد كما كانت مدينة حديثة نظيفة وسط كل ما يجري، يأتي ولايتي ليصرح كما يريد. تفاجأ توسع الأوساط بكلمة السيد ولايتي مستشار الولي الفقيه الإيراني السيد خامنئي في مؤتمر مشترك خلال افتتاح المجمع العراقي للوحدة الإسلامية في بغداد الخضراء. تفاجأت وهي على أبواب الانتخابات بقوله: الليبراليون والشيوعيون والعلمانيون شقوا صفوف دولنا وإننا لن نسمح لهم بالعودة للحكم، على حد قوله وفق ما يتناقل، وكأن المقصودين بكلامه هم الذين كانوا يحكمون، وأن ما يجري في البلاد هو نتيجة حكمهم، وأن السيد ولايتي لن يسمح لهم بأي نجاح في الانتخابات. ويتساءل كثيرون إن كانت هذه هي أفكار قادة الجمهورية الإسلامية في إيران أو هكذا صارت، لماذا يدعو أقرانهم في البلاد إلى انتخابات ويعيدون بأيماناتهم بأنها ستكون ديمقراطية عادلة نزيهة بلا تزوير؟ وما هي العدالة والديمقراطية والنزاهة بمنظورهم بعد أن فشل حكمهم في بلادنا للأسف وبالوقائع المعاشة والمنشورة علنا، والذي لم ينجب إلا أعدادا هائلة من السراق والحرامية في أبرز مفاصل الدولة ومؤسساتها حتى صاروا عارا على الصحوة الإسلامية المنتظرة؟ البعض ينتظر تعليقا من ممثلي الأحزاب العراقية الحاكمة المنظمة للمؤتمر ويتساءلون كيف يسمحون لهذا التدخل الفظ بالشأن العراقي الداخلي ولمحاولة جر البلاد تكون ساحة للصدام والحروب بين إيران والولايات المتحدة في وقت لم تقدم فيه الحكومة الإيرانية أي منحة أو مساعدة للعراق في مؤتمر المانحين، وتتساءل وفود دولية وإقليمية عن سبب حضور ممثلي إيران للمؤتمر حسب الكاتب. انشطار الأحزاب وتكاثرها في العراق أمر طبيعي ضمن إطار التعددية الحزبية المنفردة وضمن فلسفة التوسع في الحصول على المكاسب المادية والمعنوية والسيطرة على مقدرات الشعب المغلوب على أمره والمنقسم على نفسه. هكذا يرى الكاتب عباس المرياني في موقع كتابات تعدد الأحزاب والجماعات في العراق. وقد شهدنا خلال السنوات العشر الأخيرة انشطاراً وتكاثراً في الأحزاب والتيارات يفوق تكاثر الكلاب، دون أن يكون لهذا التكاثر أثر إيجابي على حياة ومستقبل المواطن سوى زيادة التخمة والفساد لدى هذه الأحزاب والتيارات بكل مسمياتها. وجرت العادة في الانشطار أن يبقى المسمى العام تحت عنوانه ويخرج من تحت عباءته من تمرد على أدائه أو اختلف معه على تقاسم المكاسب والكعكة وإرث الشعب المرحوم، أي أن يخرج الفرع ويبقى الأصل، لكن الاستثناء والاستثناء أمر وارد هو أن ينفصل الأب ويتمرد على تاريخه وإرثه ودمائه وتضحياته، مخلفا وراءه جملة من التساؤلات وكثيرا من الحيرة عن سبب ومغزى هذا الانفصال. ولأننا لا زلنا نتحدث عن السياسة والمكاسب والغايات، فلا غرابة أن يخرج المسمى العام ويغير لونه وجلده وجلبابه ويرتدي جلباب القدرة والتمكن في أحداث التغيير الذي عجز عن إيجاده طوال فترة تواجده البائسة كأب أو راع للحكومة أو التحالف العاجز. لن تتوقف الأحزاب والتيارات الإسلامية وغير الإسلامية وإن كانت كل أحزابنا إسلامية عن التكاثر، لأنها لن تخسر شيئا في تكاثرها طالما أن الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي المنتشي بهذا التكاثر الغير شرعي كما يرى الكاتب. حول الأزمة السورية، من شأن النظام السوري أن يعتقد أن المجتمع الدولي غير مبال بمصير الغوطة الشرقية رغم كل بيانات الإدانة والاستنكار والتنديد، بل
أن يعتقد كذلك أن ثمة تأييدا ضمنيا لجرائمه فائقة الوصف. ولدى هذا النظام أدلة وقرائن تراكمت على مدى 7 أعوام، فهو لم يحاسب على أي مجزرة أو على استخدامه حتى السلاح الكيميائي المحرم دوليا، ولم يساءل على الوحشية التي دمر بها أبرز أحياء حمص ثم أحياء شرق حلب فأحياء جنوب غربي دمشق، ولن يعاقبه أحد على جريمة الإبادة التي يديرها في الغرفة الشرقية وقد يتبعها بجريمة مماثلة أخرى في إدلب، كما يرى عبد الوهاب بدر خان في مقال بصحيفة العرب القطري. يخوض الروس حربهم السورية وعيونهم على مصالحهم في أوكرانيا، ويخوضها الإيرانيون وأنظارهم مشدودة إلى نفوذهم في المشرق العربي، ويخوضها النظام من أجل بشار الأسد وإدامة حكم طائفته، لا من أجل سوريا، وما لم تتجمع الظروف التي تؤمن للحلفاء الثلاثة ما يطمحون إليه، فلا نهاية للحرب ولا للأزمة حتى لو تمكنوا من تحقيق انتصارات عسكرية. ذاك أن الحصيلة الراهنة تشير إلى أن الخطط التي قدمتها موسكو على أنها إنهاء تدريجي للحرب أخفقت جميعاً، وتمثل الغوطة الشرقية باعتبارها منطقة خفض للتصعيد ذروة هذا الإخفاق، ولذلك لم يجد المندوب الروسي في مجلس الأمن سوى القول بأن البحث في هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار ليس واقعياً، ثم القول بأنه لا فائدة منه، أي أن الواقعي والمفيد عنده هو المضي في استراتيجية الأرض المحروقة لإجبار سكان الغوطة على الرحيل. ويضيف الكاتب: ولذلك حين توافق روسيا على قرار معدل لمجلس الأمن فإنها تفعل ذلك بمثابة تسوية لرفع الحرج عن أعضاء المجلس، لكن السيناريو حقيقة المرسوم سيستمر، فلا هدنة فعلية ستحصل ولا إغاثة كافية للسكان ستحصل، والقتلة هم من يواصلون قيادة النظام الدولي. الصراع خرج من أيدي المعارضة من جهة والنظام من جهة أخرى إلى إطار التصارع الدولي والإقليمي على سوريا، والذي بات لا يقتصر على الصراع غير المباشر عبر الوكلاء، هكذا يرى الكاتب ماجد كيالي في صحيفة العرب اللندنية. هي إذن حرب الكل ضد الكل، حيث يدفع الشعب السوري الثمن باهظا من عذاباته ومعاناته من القتل والتدمير والحصار والتشريد، فيما المجتمع الدولي يقف متفرجا وفقط يستجدي روسيا إنفاذ قرار في مجلس الأمن الدولي لهدنة هشة محدودة بالزمان والمكان. كأن القتل والتشريد باتا بمقدار مسموح يتطلبان إصدار بيان أو قرار لإسكات الضمير أو للتعمية على الجريمة التي تجري بحق السوريين. المشكلة في هذه المأساة أيضاً أن بعض الأطراف الدولية والإقليمية باتت شريكاً كاملاً في الصراع السوري إلى جانب النظام، فليس خافياً أن روسيا هي التي تقود هذه المعركة التي وعد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر، رداً على إخفاق مؤتمر سوتشي أواخر يناير الماضي، ورداً على البيان الخماسي الأمريكي البريطاني الفرنسي السعودي الأردني، كما أنها تأتي رداً على الغارات على مطار حميميم في 31 يناير، وإسقاط طائرة روسية في ريف إدلب في 3 فبراير، وثأراً للضربة الأمريكية التي وجهت لقواتها من المرتزقة الروس شرقي دير الزور في 11 فبراير. الصراع في سوريا بات لا يقتصر على الصراع غير المباشر عبر الوكلاء، إذ بات الجميع على الأرض يتصارعون بطريقة مباشرة لا أحد يعرف مآلاتها أو تطوراتها، علما أن الشعب السوري هو الذي يدفع الثمن دائما باهظا في كل الحالات حسب الكتاب. حزب الله، ما الذي يتوخاه حزب الله من الانتخابات النيابية؟ إنه أقل الأحزاب اللبنانية توجسا منه على ما يظهر، يقارع نسبة المشاركة أكثر مما يقارع أخصاما انتخابيين جديين في المناطق ذات الكثافة الشيعية، حقيقة نده الأساسي في طائفته،
حركة أمل حليفه على اللوائح المقفلة المشتركة، وقد بكر الثنائي في إعلان أسماء المرشحين بحسب الكاتب وسام سعادة في صحيفة القدس العربية. يعتبر الحزب نفسه الرابح الأكبر بمجرد إقرار قانون الانتخاب الحالي وطي صفحة القوانين الانتخابية القائمة على النظام الأكثري المتعدد الأسماء. لم يستبعد مع ذلك أن يعود عليه القانون بعدد نواب أقل قليلاً مما كان له في البرلمان السابق. نفى من جهة ثانية أن يخوض الاستحقاق من خلفية ابتغاء تحقيق أكثرية مطلقة من عدد المقاعد له ولحلفائه من شتى الطوائف. سبق له أن ناضل من أجل ذلك في الانتخابات الماضية قبل 9 سنوات تحت شعار إعادة تشكيل السلطة في لبنان ولعب الخوف من حصول الحلف الذي يقوده على أكثرية برلمانية دورا مهما في حث الجمهور المناوئ له على الاقتراع آنذاك. لجمهور 14 من آذار اليوم يستفيد الحزب من عدم إثارة إشكالية لمن تذهب أكثر المقاعد في المجلس المقبل من معظم الذين يخوضون السباق حالياً، بخلاف محورية هذا الهم في الاستحقاقين السابقين وبخلاف اهتمام المتابعة السعودية والأمريكية بهذه المسألة في هذا الاستحقاق أيضاً. الكاتب يود أن يشير إلى أن الحزب يعتبر نفسه الرابح الأكبر بمجرد إقرار قانون الانتخابات الحالي وطي صفحة القوانين الانتخابية القائمة على النظام الأكثري المتعدد الأسماء حسب الكاتب. بعيداً كل البعد عن السياسة، أفادت دراسة مبنية على أبحاث سابقة أن من يلعبون كرة القدم على سبيل الترفيه تقل لديهم نسبة الكوليسترول وضغط الدم ومعدل ضربات القلب وقت الاسترخاء، بالإضافة إلى كتلة الدهون في الجسم، وذلك مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة. وكتب فريق الدراسة بدورية سبورتس ميديسن البريطانية أن كرة القدم قد تفيد جداً الصحة بنفس القدر الناجم عن ممارسة رياضات أخرى مثل الجري، كما أن لها منافع اجتماعية وتحفيزية وتنافسية. وقال كبير الباحثين بيتر كراستراب، وهو أستاذ لعلوم الرياضيات والصحة بجامعة ساذرن دنمارك في أودنسا، إن ممارسة كرة القدم وقاية وعلاج فعال وشامل من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، بصرف النظر عن العمر أو النوع أو مستوى اللياقة أو المهارة في اللعب. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.